الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين. اللهم أمين. قال كتاب الصلاة. قال باب السدل. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال رأيت عطاء أن يسدل ثوبه وهو في الصلاة. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري. طب أنا قف 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 قف. أنا عايز منك شيء. أنت تأمر. إيش هو السدل؟ قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال رأيت عطاء أن يسدل ثوبه وهو في الصلاة. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن ثور الهمداني عن عطاء أنه كان يقول لا بأس بالسدل. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن إبراهيم أنه كره السدل. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود النخعي أنه كان يسدل. قال عبد الرزاق رحمه الله عن هشام بن حسان قال رأيت الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصه على قميصهما على قميصهما على قميصهما. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عمن رأى الحسن وابن سيرين أنهما كان يفعلان ذلك. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن ليث عن ليث عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يلف الرجل رداءه على منكبيه على منكبيه قال ينشره. ينشره يعني النشر يفضي إلى السدل. نشره هكذا يجعله إيش؟ نعم سادلة. قال عبد الرزاق رحمه الله عن أبي حنيفة عن علي بن الأقمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه وهو يصلي فعطف ثوبه عليه. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن رجل عن أبي عطية الوادعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أظن وذكر مثله. قال عبد الرزاق رحمه الله عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة عن عبد الله أن أباه كره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. قال عبد الرزاق رحمه الله عن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره السدل في الصلاة. قال ولا أعلمه إلا رفعه. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عنهما أنهما يكرهانه مجاهد أحسبه قال وطاووس. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره السدل. قال عبد الرزاق رحمه الله عن أبي حنيفة عن حماد بن عن إبراهيم أنه كره السدل إلا أن يمسك بطرفيه. قال عبد الرزاق ورأيت الثوري إذا صلى ضم طرفي الثوب بيده إلى صدره. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره السدل. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن ابن سعيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال رأى قوما سادلين قال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. قلنا لعبد الرزاق ما فهرهم؟ قال كنائسهم. قال عبد الرزاق رحمه الله عن محمد بن مسلم عن إبراهيم عن ميسرة قال سمعت مجاهدا يقول إذا يرى الإسبال وهو يصلي فليسرح عليه رداءه. فذكرت ذلك لطاووس فقال ذلك خير وأحسن. قال عبد الرزاق رحمه الله عن محمد بن مسلم عن إبراهيم عن ميسرة قال رأيت طاووسا يصلي وقد وضع رداءه تحت عضده. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يسدل الرجل إذا كان عليه قميص، فأما إذا كان عليه إزار فلا يسدل. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن رجل قال أحسبه عامرا الأحول عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره السدل ويرفع في ذلك حديثا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أما الباب بأسره في الكلام على السدل، وجدنا من الأقوال قد جاءت على جواز السدل وإباحة السدل وأيضا على كراهية السدل. ورد عن عطاء وعن غيره قال لا بأس بالسدري، وعن إبراهيم قال كره السدل، وأيضا ورد في بعض الروايات التي جاءت عن الحسن وعن غيره قال عن الحسن ورأيت الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما، ورد أيضا عن مجاهد كان يكره أن يلف الرجل رداءه على منكبيه قال ينشره. والنشر والطرق الذي يفضي إلى السدر يفضي إلى السدل. نعم. ومر سلم عن رجل السدل وهو يصلي فعطف ثوبه عليهم. هذه المسألة الحق أنه لا خلاف بينهم،
يعني هذا مع كلية الأحاديث هذه لا خلاف بينهم. كيف ذلك؟ السدل يجوز إن آمن ستر العورة. السدل في الصلاة يجوز إن آمن سدل العورة. فإن لم يأمن سدل العورة ضم ثوبه بعضه على بعض. وهذا بالضبط كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء، ونهى الاحتباء أيضا عشان لستر العورة لأنها ممكن تظهر. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام المرء مستلقيا واضع رجله على رجله، وقد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فكان الأمر على الحالين، إذا كان الحال على أن السدل سيكشف العورة قلنا في الكراهة بذلك، أو كان سبيلا إلى ذلك، وإن كان فقلنا بالضم. وإن كان السدل لا يؤثر في مسألة العورة وهي العورة مستورة فقلنا لا بأس بالستر، فقلنا لا سيما أن السدل أيضا يجعل الثوب يسجد معك على ما قاله العلماء في مسألة إيش، ونهيت عن الكفت في الصلاة، ونهيت عن الكفت في الصلاة. بهذا نكون انتهينا من الباب كلية، ودخل على الباب الذي بعده باب الثوب الذي يجامع فيه، وهذا سيأتي إن شاء الله وننتهي. الواجب، ما العلة النظرية في الرد على الشافعي في المنع من المسح ثلاثا؟ عندنا علتان أريدهما. ما العلة النظرية في منع الشافعي في المنع من الأخذ بكلام الشافعي في المسح ثلاثا؟ السؤال الثاني، أصل النزاع في التفريق بين العمامة والخمار، وهل هذا يؤثر في فتوى الواقع على فتوى المتقدمين؟ بس يكتفي هذا. شكرا. في سؤال يقول هل يجوز القسم بقول وديني وإسلامي؟ هذه ترجع المسألة على مسألة الإمام مخلوق أم لا، هذه مشكلة أخرى. ما يجوز القسم بذلك؟ لا يجوز القسم بذلك. من باب سد الذرائع شكرا. طبعا. مسألة الدين الإسلامي؟ نعم. لا يجوز القسم بها. ما شاء الله كتب السؤال هو شيخنا. طيب بدين الإسلامي. وهنا قلت حضرتك المسألة ترجع إلى الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، والقسم بالمخلوق لا يجوز. فاهمني؟ رد زيد سريعا خشية خروج الوقت وصلى العصر، ثم ما إن لبث إلا وغربت الشمس فانتقد وضوءه، ففتح الصنبور فوجد ماءه قد تغير. نعم الجزء. نعم. وجد له تغير فشعر بأن النجاسة تغير من النجاسة. ده شيخنا عندنا يعني خلينا احتمالات، ولا نقول الصنبور خلاص طالما تغير من النجاسة خلاص؟ لا، أنا أريد منك تفصيل المسألة. نقول يا شيخنا هنا تيقن أن هذه النجاسة قد أن هذا ماء قد تغير بوضوء الأول. الحالة الثانية تيقن أن هذا الماء تغير الآن. الحالة الثالثة اشتبه. ممتاز، هذا التأصيل كده يعجبني. يبقى عندنا صور ثلاثة. تيقن بأن الماء كان متغيرا حالة كونه متوضئا لصلاة العصر بهذه النجاسة. طيب تيقن أنه لم يكن متغيرا حالة كونه متوضئا لصلاة العصر. الثالثة اشتبه. مهم جدا هذا الباب، تفضل. يبقى إذن لا، استيقن الأولى انتهى الأمر، استيقن الثانية انتهى الأمر، الإجابة عليه. يبقى عندنا الحالة التي سنقف معها هي حالة الإيش؟ الاشتباه. تفضل. اليقين لا يزول بالشك. هو سيقول لك الأصل في العبادات الحيطة، وأنه شرط الصلاة لم يتوفر. هو شيخنا هنا قد نقول ننظر إلى القرائن في هذه الحالة. الآن هو اشتبه، ماذا تفعل أنت؟ نرجع للأصل. ارجع للأصل. وضوء صحيح والأصل الماء الطهور. ممتاز، هو هذا اللي تقوله. تقول الاشتباه أوضع احتمالا، وأنا عندي الأصل في العبادة الحيطة. قلنا الأصل في العبادة الحيطة أنت بتشق على المؤمنين. لا، الأصل في العبادة التيسير، ما جعلكم في الدين من حرج، وأن الأصل عندي الماء طهور. فلما جاء الاشتباه بالضبط هو لما جاء الاشتباه فيما أشكل عليه في بطني، فقال لا تنفتر لا تخرج حتى يكون اليقين. فأنت بالقرائن إن أثبتت أن التغير كان حالة كون متوضئا في العصر، إذن هتحكم به. ما وصل اليقين إلى شيء، سيبقى اليقين الأولي على ما هو عليه، ويكون وضوءك صحيح. ممتازين. أسأل الله تعالى وبارك الله فيكم وفيكم بارك، أحسن الله عليكم وثبتنا وإياكم على الحق، ونسأل الله أن ينصر بكم الدين، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن استماعكم وصبركم على طلب العلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.